هنروح لفقرة دائما بنضوي عليها ضمن صباحنا لندعم جميع الشباب والصبايا والسيدات يلي عندهم مشروع صغير هو باب رزق وهو شغف وابداع لإلهم. واليوم هيك المشروع موجود معنا على الطاولة، سيدة استثمرت شغفها وموهبتها بهذا المشروع وكان لها هو مردودها الخاص. ومثل ما بنقول دائما الابداع بكمل حتى لو كان هو باب رزق، ولكن هي عم تشتغل بشيء بتحبه. رح نضوي على هذا المشروع ورح نعرف اهم الصعوبات، كيف بلشت هذا المشروع اليوم، شو اهم الصعوبات اللي ممكن تعترض الشباب والصبايا اللي بيفكروا يبلشوا مشروعهم الصغير. وضيفتنا لليوم هي الحرفيه عبير باكير. صباح الخير عبير واهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي. بوجودك معنا لليوم، يعني اليوم القطعه بتحكي في اشكال كثير اليوم من اجارك كريستال. خبرينا اكثر بدايه عن حضرتك، امتى بلشتي بهذا المشروع مشاريع الهاند ميد واختيارك لهذا النوع؟ انا من زمان عندي شغف كثير بالاعمال اليدويه بشكل عام، يعني مو بس بالكريستال، احجار الكريستال. بشتغل، بحب الشغل بالسيراميك، عجينه السيراميك. بدايه بديت بعجينه السيراميك وبعدين طورت شوي شوي، صرت كل حرفه الجأ لها، يعني ما اخلي يعني صنف واحد اني اشتغل فيه. وهذا اليوم التنوع يمكن يعني مفيد لحضرتك، بيفتح افاق بان كان بالعمل او حتى بالابداع. عم نشوف شجر كريستال والوان حلوه، يعني هذا اللون كل الناس بتعشقه اللون الاخضر. خلينا نحكي عن مراحل الصنع، يعني بدايه من الخشب للمواد المستخدمه للكريستال. ما بعرف هدول الاسلاك، يعني اسلاك نحاس. اوكي، خلينا نحكي عن هدول، عن مرحله عمل الشجره. مرحلة أول شيء بدها تحضير المواد وأحجار الكريستال، بدك يعني الواحد ينقي الأحجار الألوان الدارجة، الألوان الحلوة اللي إلها لمعة الثقيلة. يعني الحجر الخفيف ما بيعطي جمالية للقطعة، الحجر الثقيل دائما بيعطيها جمالية أكثر. تمام. هي عبارة عن أسلاك من النحاس والمعدن، نحاس أحمر ومنحاس أصفر ومعدن، يعني هي والكريستال. كيف بتبلشي شغلك؟ في قالب، مراحل، يعني هيك حابين نضوي على مراحل عملك فيها. هي طبعا بدها انه بالاسلاك بتضم ال بتثبتي؟ بثبتهم الاحجار الكريستال وبضمها القاعدة. القاعدة اما تكون من خشب، اما تكون من الازاز، من الزجاج او من الخشب، شحف الشجر. يعني عم نشوف الوان كثيره اليوم واشكال مختلفه اليوم. انت منين بتستوحي افكارك؟ خبرينا اكثر سيده عبير. هلا انا لانه عندي مرأة بالاعمال اليدويه، بصمم لحالي اغلب الايام، بصمم انا الموديل لحالي شو بدي، وبستعين باليوتيوب بالتواصل الاجتماعي، انه باخذ افكار يعني بتضيفي عليها. ايه بضيف عليها. طيب اليوم شفنا كثير بازارات ومعارض تتنوعت بالحرف السوريه القديمه اللي كانت وما زالت اليوم حتى بثقافه الماضي، ولكن تم اضافه خلينا نقول شيء من الحضاره عليها، ولكن بقيت محافظه حتى اليوم هدول الشغلات نحن شايفينهم قبل، ولكن اليوم عم نشوف في شيء جديد. يعني قد اليوم مهم هي البازارات لتعرفي بالقطع، لتعرفي بشغلك، تستفيدي ايضا من القطع الموجوده ضمن البازار والمعارض. هي الاساس، يعني البازارات والمعارض يعني هي اساس شغلنا. وعن طريق التواصل الاجتماعي يعني كمان انه بنقدر نروج، بس هو الاساس المعارض والبازارات. يعني لو مو المعارض ما حدا بيشوف شغلنا، ما حدا بيعرف شغلنا كثير يعني. وانا كثير بتشكر كل من قائمين على المعارض والبازارات سواء خاصه او عامه، يعني كثير عم نستفاد وعم نروج لشغلنا. سوقي. تمام. يعني بنسمع انه كثير هي المشاريع بحاجه من الشخص انه يكون صبور لحتى يتقن هي الشكل، هي الشجره. خبرينا اكثر، مثلا قد ايه بتاخذ معك القطعه وقت لحتى تنجزيها؟ ممكن تطولي اكثر بالوقت؟ ايه والله انا يعني بطول، انا لو يعني بدي صمم القطعه بافكاري. حلو. ايه بصممها بافكاري وبحطها هيك وبتفرج عليها انه شو بدي اعمل فيها هي، شو مرات يعني حسب شكلها انه
ما بدي اياها هيك، بغير يعني، ما ب... ما ب... ما برسى على شيء الا انه بدي. ترسمي على الورق استعمل؟ لا لا ما في رسم، خيالك افكار. اي اليوم معناتها في خيال واسع، في ابداع وفي شغف. قد ايه المهم اي حدا فينا عنده هاي الشغف وابداع واليوم قادر انه يخلق صوره بخياله يستمر بهذا الابداع؟ اليوم انت كيف بتحفزي نفسك انه تضلي تستمري بهذا الابداع؟ يعني بتشوفي مواقع تواصل اجتماعي، بتحضري بازارات، كيف بتحفزي حالك انه انا بدي ضل مستمرة بهذا الخيال الابداعي؟ تمام. يعني هلا كمان بستوحي من الزباين، لما بتجيني زباين مثلا تعطيني فكرة بقبلها، طفل صغير يعني اذا حكى شغلة ممكن اتقبلها منه، اخذها فكرة. يعني مو شرط انه انا والله يعني انه خلص من افكاري، بس اذا شيء عجبني من الزباين يعني دغري بنفذه. اليوم يمكن كل حدا بده يبلش بمشروعه الخاص، ببدايه مسيرته بتلاقيه عنده خوف، عنده قلق من انه الناس ما تحب شغله او يكون في اي شيء ما عم يقدر يساويه. طب انت كيف اليوم قدرتي تتجاوزي هي الصعوبات ببدايه مشوارك؟ أول بداية أكيد يعني كنت خايفة إنه ما يتقبلوا الشغل، ما أنا كل واحد له ذوق، أنا بجوز أنا عاجبتني غيري ما يعجبه. بداية إيه لقيت صعوبة كتير، بس الحمد لله بالمعارض والبازارات وهيك إنه يعرض شغله الواحد يشوفه الزباين كتير تجاوزتها والحمد لله مشي الحال. كيف عم تسوقي التعبير؟ هل بس فقط عن طريق البازارات او المعارض، او انت اليوم عندك صفحه على الفيسبوك يعني عم تحاولي من خلالها تعرضي منتجاتك؟ عندي صفحه على الانستغرام. حلو. ايه وعلى الفيس كمان بروج، كمان كتير حلو يعني انه عم بيمشي شغلي الحمد لله. عم يصير تواصي عليها؟ عم يصير يعني تواصي. معناته اليوم في ثقه بينك وبين المستهلك يعني، يعني اهم شيء، او خلينا نقول من اساسات نجاح العمل التسويقي. يعني بعد كثير من خلينا نقول القصص اللي صارت بموضوع التسويق، في ناس فقدت الثقه. اليوم قدامهم انت تزرعي هي الثقه بينك وبين المستهلك. لا الحمد لله انا كثير وصرت يعني لي زبايني الخاصه ومعروفه صرت كثير، يعني انه خلص يعني بدهم هي الاصناف دغري بيتصلوا فيني، بيراسلوني، بيجوا على المعارض. انا كمان يعني بدعي وقت بصير عنا معارض وبازارات ببعث لهم البروشور كذا وبيلبوا دعوتي. طيب خبرينا اكثر، هي الاشكال او الاشجار قد اليوم هي مطلوبه من الناس، ان كانت بتزيين بيوتهم او لا يمكن هدول الاشخاص يلي بحبون؟ خبرينا كيف عم بيكون الطلبات عليهم والاقبال، ونفس الوقت كيف عم بيكون تفاعلهم مع القطعه؟ هلا بيقولوا لك هي يعني كماليات، شغلنا كماليات. نعم. بس انا ما بلاقي كماليات. يعني هلا عندك مكان فراغ بالبيت مثلا، مكان فاضي، ليش انا ما يعني ما احط فازة هيك اطلع عليها؟ يعني بتعطي طاقة ايجابية الواحد. إيه؟ مو بس بتعطي طاقة ايجابية، بتحسي اليوم بتكمل احيانا يعني مودك بيزبط مع قطعة بتحبيها بقلب البيت. في ناس كتير وسيدات كتير بتعلقوا بفازة بقلب البيت، يعني تمام بحبوا شكلها، بحسوا انه هي عم تريحهم وجودهم. فاليوم كتير مهم اليوم التنوع، بس ولكن احنا نعرف نختار صح. يعني اليوم لون القطعة او ديكورة اكيد بيكون يناسب. تمام يناسب الصالون. صالون البيت. بتعملي انت يعني احجام كبيرة او بس هدول اللي خلينا نقول؟ في احجام كبيرة بس بدك تشوفي. انا حسب أول الطلب احجام الكبيرة حسب الطلب. بتشوفي اول شيء الديكور الصالون كيف؟ تمام. ايه تمام. اذا اجاني طلب هيك بشوف المكان وبشوف لون الفرش، وعلى موجبه بعمل القياس واللون وبشو بدي حطه، يعني بفازة ازاز او شحفة شجر، لانه انا عاملة شيء على كبير يعني على شحف شجر كبير. اينو اغلى؟ الازاز. الازاز اكيد. اليوم انت بتعلمي بهي المهنه ولا لا؟ خبرينا اكثر، شو هو طموحك بالايام القادمه بهذا المجال؟ هلا انا طموحي انه يكون لي مكان مستقل، يعني انه انا مارس هي الحرفه وعلمها للي بيحب من السيدات الصبايا. يعني حابه انه يكون مكان لي مستقل.
يعني ان شاء الله بتمنى ان شاء الله بهي البصمه الجميله حيكون لك اسم وحيكون مثل ما قلت اليوم كثير مهم نحن الكورسات للشباب والصبايا ليقدروا يبلشوا هذا المشروع. فانت اليوم اكيد بالايام حتكوني مدربه او كوتش يعني. بدي اتشكر حضورك اليوم الحرفيه عبير باكير وشكرا لهي الجمال الصباحي مع العواصف. الله يبعث شكرا للسلامه للجميع اكيد. شكرا لك شكرا لكم شكرا لك ست عبير كل التوفيق لك.